لا احنا قبل لا تجيني نبي نسمع قصيده منك. ايوه ابشر ابشر، خلني بقول ها بسالك السؤال وابشر بالقصيده وقصتها. طيب ابشر على خشمي لعن بعد. بعدين عندك صراحه المفروض اني بحضور ابو فيصل اني ما تطفل على الادب والسؤال. لا 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 بالعكس. ابشر ابشر. نبي يا ابو عبد العزيز هذا الكيان والصرح العظيم قناه الواقع، كل شيء بقدر لا شك، والله جل وعلا عندما أجرى على أيديكم أسرتكم الكريمة هذا القدر فهو اصطفاء، يقول جل وعلا ويتخذ منكم شهداء. الله جل وعلا يختار شهداء في الحج، شهداء في العمرة، شهداء في الصدقة، شهداء في الدعم الخيري، في كل شيء. لا يعني شهداء فقط لهم اللي هو القتلى في الحروب في سبيل الله، بل يتخذ الله ويصطفي أناس وأفراد وأسر لأعمال خيرية ييسر الله جل وعليها. حدثنا عن بداية فكرة إنشاء القناة من أسرتكم الكريم. والله أبو صالح الله يمسيه بالخير أخوي إبراهيم الكبير، بصفة عامة يحب يدخل المجال و يعني يحب يتميز في المجال، يوغل فيه ويفهم فيه أكثر ويتعلم أكثر، في عدة مجالات دخلها في الحياة وما شاء الله حقق فيها إنجازات عظيمة. الوقت يعني قد يضوق أن نتكلم عن كل مجالات أبو صالح، لكن الإعلام هي كانت يعني زي ما تقول تجربة، وكان مستغربين إحنا يعني الفكرة، لكن بدأ من القناة كانت لها مسمى قبل أن تكون الواقع، كان اسمها تأويل، كانت لتأويل الرؤى. بعدها جاءت فكرة البرامج الواقعية، أحد شار عليه بالبرامج الواقعية وباسم الواقع، فكان له شركة أيام التأويل، طلعوا الشركة من عنده وجلس هو وقال أنا بأبدأ برامج الواقع، وبدأ الحالة وسبحان الله صار لها أصداء وصار لها، ثم جت وقفة يعني تقريبا سنتين أو ثلاث سنوات توقفت الفترة، طبعا تعرف التجارة مرة ترتفع مرة، نعم، فكان الوقفة هذه. بعدها جاء الرجوع القوي اللي أبهر المشاهد وأبهرنا، وهذا كله أرجعه أنا إلى النية والصدق مع الله سبحانه وتعالى. طبعا مرة أبو صالح في مسائل يعني مالية مرة مرتفعة مرة منخفضة، يعني جميع الظروف واجهها أبو صالح، ما استسلم. أي نعم، ما أنسى أنا أخوي أبو صالح وأشكره في هذا المنبر، كان داعم لي من الطفولة، كان هو اللي يدافع عني وانا صغير. موسيقى حزينه ابو فيصل. من ايام الدراسه. نعم. كان العزوه هو، حسيت ببراءته وهو صغير. ابو صالح كان دائما يعني من الصغر وهو المحزم والظهر والسند يعني والعضيد، وكلما يعني تتقدم بنا الحياه انا وياه دائما اخوي اقرب واحد يفزع لي، واللي دائما يعني منتبه لنا. الشاهد من ذلك بدأت بعد ما كان أزمة شديدة على أبو صالح، كان كلها بالدعاء والتوجيه إلى الله، فحتى بعض الأزمات مرتها في أيام القناة يقول لي بدر كذا كذا، فقول له ارجع للأساس الأول أبو صالح، لما أصلحت علاقتك مع الله. وهذا الكلام قد يزعل مني أبو صالح لما أتكلم، يعني قيام الليل والدعاء ومراقبة الله سبحانه وتعالى، كثرة الذكر، كثرة الذكر، أذكار الصباح والمساء، احنا جالسين وهو ما شاء الله مشغول في أذكاره، السنن القبلية والبعدية دائما محافظ عليها. بيزعل علي أبو صالح اليوم، لكن هذا حق. هذه صفحات صريحة لازم نسمعها. نعم نعم، يعني أنا لما أشوفه فهو قدوتي أبو صالح في هذا الشيء، يعني لما اصطكت عليه كل شيء توجه إلى الله، فسبحان الله من إبداع إلى إبداع إلى هذا كله بفضل التوجه إلى الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر. صراحة قصص ملهمة. أبو فيصل. أبو ناصر. طيب أنت تحاول تهرب، إحنا نبي نسمع منك. طيب صرنا كنا مقدمين اليوم. طيب مزيا منها لجات الأبيات لها قصة. أكيد. لا نعم هذا أحلى شيء. روحها ترى. طبعا أنا في مجال الطيران مؤلف ورئيس لجنة الأمن والسلامة في الاتحاد السعودي للرياضات الجوية، ولدي مدرسة اسمها مركز نادي الفضاء للطيران. متى نطير؟ متى نطير أنا يا أبو فيصل؟ تقول عقب العصر. فكنت مدعو إلى مجلس فيه رجال أعمال. جميل. وكان الحديث جل الحديث عن الأسهم والمشاريع، وهذا حديث جميل ورائع، ولكن وجدت أنا فعلا أننا كنا نحتاج إلى وقت مستقطع لنتذكر حالنا ونتحل نسولف عن أمورنا الشخصية، مشتاقين لبعض ونشوف بعض ونسلم على بعض، أو حتى أن نذكر أنفسنا بالله جل وعلا. بعد ما زاد الكلام عن الأمنيات والمشاري والمشاريع والأمور الثانية، قلت يا ربع نبي نغير الموضوع، عطونا حاجات ثانية، عطونا أمنيات كل واحد يشتمنى. فسووا مثل ما سويتوا أنتم، قالوا أنت يا أبو ناصر. قلت تبون أمنيتي؟ قالوا نعم. فحبيت أعطهم إياه بالأبيات الشعبية. يا سلام. قلت قالوا تمنى قل ددسن وخلفه، أبيهم يضحكون. يا سلام. أصبر أصبر ليش؟ أصبر أبي يرجع بهم لصنة في العروبة. يا سلام. والبداوة. قلت قالوا تمنى قل ددسن وخلفه، قاموا يضحكون، قالوا بس ما عندك البدوي إلا هالددسن والخلفه. قلت اصبر اسمعوني بعد الددسن والخلفه. يا سلام. قلت قالوا تمنى قل ددسن وخلفه وشيك مصدق فيه 90 مليون. ما شاء الله. قالوا ايه ما انت بسهل يا البدوي. قلت قالوا تمنى قل ددسن وخلفه وشيك مصدق فيه 90 مليون، لكن ترى يمكن اهزه وحذفه وارجع على حالي ولو كنت مديون، ان كان مع ذا الشيك رجه وخفه افديني مقدم لو غدا الشيك اليوم. يا سلام يا سلام. فاردت ان ارسل بها رساله يا جماعه الخير، المال زائل صح، ما يبقى هو ديننا واخلاقنا وثقافتنا هي التي تبقى. يعني لو انفقت ما في الارض جميعا على أن يحبوك ويرضوك أو يؤمنوا بالرسالة، قد لا يؤمنوا، ولكن بالمحبة والعطاء والأخلاق الحميدة. فبلا شك أن القيمة الأساسية لحب الناس ليس كم تملك من المال، بل هو كم تملك من الأخلاق والمبادئ الخالصة. وسمعنا قبل قليل اللي هو مالك القناة أبو صالح، وكيف كان يعني علاقته مع الله ومبادئه وأخلاقه، وكذلك محبة الجماهير لحبيبنا أبو عبد العزيز، وكيف سمعنا كذلك الأبيات الرائعة من أبو فيصل. الآن ما دمنا نتعلق بالله والدعاء بالله، فحنا في موسم اليوم الخطيب دعا بالغيث. يا سلام. نبغى يا أبو فيصل أبيات وابتهال في الدعاء بالمطر والغيث، أطربنا وتحفنا يا أبو فيصل. يا سلام عليك. أبشر يا أبو ناصر، الله يبيض وجهك وجه ما يسمع. حنا نقول منا الدعاء والله عليها الإجابة، نسأل الله أن يغيث البلاد والعباد ويكتب لنا وياكم بالخير. يقول يالله بغيث يخلف أهل التوقع، يالله بغيث يخلف أهل التوقع، سيله دموم وما يخلي ضمية، يالله بغيث يخلف أهل التوقع، سيله دموم وما يخلي ضمية، يروي ديارا للمصاغير مرتاع، ما عاد جاها منها للبل رعية، ياخذ لها أيام من مخايله أتباع يجبل ويقفي، والملازم ملية لحن رعاده، وفي الدهم لماع وبرقه على حد الشفق، في نوية على مراويحه لروة الأرض والقاع، وشبعة همل واسترع المطية، ولا عاد يلقى راعي البل ولا باع، غوالي ما بين كسبه
وهدية ولا عاد يلقى راعي البلع ولا باع غوالي ما بين كسبه وهدية حلال عود صعب مهوب مطواع يرعابها قفر الديارة الخلية مهوب يجلبها عشان التنفاع كود الظروف اللي تسوقها قوية مهوبة يجلبها عشان التنفاع كود الظروف اللي تسوقها قوية زودنا علىها حلبة حبها خلفة الأضلاع ورث ورثها ما دخلها شرية ورثنا من الجدان يحفظ ولا ضاع والروس تعصب دونها من حمية حمى عليها من مداوير الأطماع ومن دونها كم راح شيخنا ضحية ذولها للبل قبل وقت التمتاع وقبل المزاين والمشاحي شلية والله يعز الدين واتباع الأتباع والسعود أهل العزومة القوية من الدعاء والله عليم من بالأوضاع رب مجيب وما يحسب العطية سلامتكم جميعا صح بدنكم صح لسانك والله يحققها لنا ولكم ولكل مسلم بلا شك أن الأدب يحرك المشاعر وينعش الذاكرة وتحلو به الأوقات لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول لحادي الإبل يعني يأمره بأن يحدو الإبل فإذا حدا بالإبل بصوته الشجي بتلك الأبيات الجميلة درهمت الإبل وسارت بخطى سريعة فللأدب موقع ومكانة عالية عند العرب قديما وحديثا وتحلو المجالس عندما يكون فيها مذكرا بالله وشاعرا أديبا يتحفهم بالأبيات التي ترفع المجلس إلى مستوى الأدب الراقي والأبيات الجميلة أبو خلف بلا شك أن كان لك بعض الأفلام القصيرة التي شاركت فيها سواء تعليمية أو تجارية هل كان لك مشاركة في أفلام تثقيفية سواء مع جمعية غوث أو مع جهات ثانية حدثنا عنها وكيف كانت صداها صحيح أبو ناصر كان لي أعمال عدة للأمانة سواء